باسم الرئيس محمود عباس أبو مازن نبارك ونشجع مثل هذه المبادرات الشبابية والتي تهدف إلى التعرف على الآخر وبشكل أفضل، لأننا نعتبر بأن المستقبل لكم أيها الشباب، وبأنكم أنتم يجب أن تكونوا صانعي السلام وأن تعيشوا بسلام وأن تتخذوا كل المبادرات الممكنة من أجل إحلال سلام عادل في الشرق الأوسط وفي كل دول الشرق الأوسط وبشكل أساسي في فلسطين. إننا نعتقد بأننا وبأنكم يجب أن نستغل معا كل فرصة وكل مبادرة ممكن أن تشجع فرص السلام في هذه المنطقة، لأن قناعتنا هو أن السلام للمستقبل الأساسي لكم ولنا، وبأنه حتمي في المستقبل، وكم بودنا أن يكون إحلال السلام العادل سريعا. إننا نعتقد بأن السلام ضروري لنا جميعا وخاصة لكم أنتم الشباب، ونأمل أن تتمكنوا من العيش معا، أن نتمكن من العيش معا وبسلام. وبالتأكيد فإن التاريخ سيذكر كل أولئك الذين بذلوا جهودا من أجل إحلال سلام عادل في الشرق الأوسط، ومنهم رحمه الله علي الأيام، وأيضا أذكر أولئك العظماء الذين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى اتفاقيات أوسلو. نبارك ونشجع مثل هذه المبادرات الشبابية والتي تهدف إلى التعرف على الآخر بشكل أفضل، لأننا نعتبر بأن المستقبل لكم أيها الشباب، وبأنكم أنتم يجب أن تكونوا صانعي السلام وأن تعيشوا بسلام وأن تتخذوا كل المبادرات الممكنة من أجل إحلال سلام عادل في الشرق الأوسط وفي كل دول الشرق الأوسط وبشكل أساسي في فلسطين. إننا نعتقد بأننا وبأنكم يجب أن نستغل معا كل فرصة وكل مبادرة ممكن أن تشجع فرص السلام في هذه المنطقة، لأن قناعتنا هو أن السلام للمستقبل الأساسي لكم ولنا، وبأنه حتمي في المستقبل، وكم بودنا أن يكون إحلال السلام العادل سريعا. إننا نعتقد بأن السلام ضروري لنا جميعا وخاصة لكم أنتم الشباب، ونأمل أن تتمكنوا من العيش معا، أن نتمكن من العيش معا وبسلام. وبالتأكيد فإن التاريخ سيذكر كل أولئك الذين بذلوا جهودا من أجل إحلال سلام عادل في الشرق الأوسط، ومنهم رحمه الله علي الأيام، وأيضا أذكر أولئك العظماء الذين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى اتفاقيات أوسلو.